الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد احتلال بلاده المرتبة الخامسة أوروبياً والثانية عشر عالمياً في القوة المركبة للطاقة المتجددة، مؤكداً بأن بلاده عازمة على تنفيذ مسؤولياتها بما يخص مكافحة التغير المناخي وضمان التحول إلى الطاقة النظيفة. كشفت إحصائيات الأوراق المالية الأسبوعية التي نشرها البنك المركزي التركي عن شراء المستثمرين الأجانب ما اقتربت قيمته من 90 مليون دولار من الأسهم ومليون ونصف دولار من سندات الدين، وبيعهم ما تتجاوز قيمته 12 مليون دولار من سندات الدين الحكومية المحلية، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 10 حتى 17 من الشهر الجاري. لاستيراد حفاضات الأطفال والمحارم المعطرة من تركيا اتصل الآن. شركة بايكار التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة تعرب عن استعدادها للبدء في مرحلة الإنتاج التجاري وتسليم مسيرات الإقلاع والهبوط العمودي خلال العام القادم. في إطار توسيع شبكة وجهاتها العالمية، أطلقت الخطوط الجوية التركية التي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث وجهاتها الدولية أولى رحلاتها الجوية إلى وجهتها الجديدة مدينة دالاس في ولاية تكساس، والتي تعد رابع أكبر مدينة أمريكية، لتصبح بذلك الوجهة الحادية عشر للخطوط الجوية التركية في الولايات المتحدة.